عم الشريف انا حاسه بيك وعارفه يا اخويا انت سرحان في ايه. يا ريتني سمعت كلامك يا حنان، يا ريتني سمعت كلامك وبعدت عن رحيم. كل اللي حصل لي ده بسبب رحيم. خلاص يا اخويا خلصنا، اللي فات فات، احنا هنقعد نفكر فيه. اللي حصل حصل حنان، احنا مش هينفع نقعد هنا. انا عايزك تروح البنك تسحبي كل الفلوس بالتوكيل اللي انا عامله لك. حاضر. في واحد جاي كمان شويه هيوصلك لغايه البنك، وبعد ما ترجعي هنسافر على طول. هنروح فين؟ نروح سوهاج، في جماعه معارف هناك هيخبونا في مكان محدش يقدر يوصلنا فيه. احنا هنفضل هربانين كده وكل حاجتنا هنا؟ خلاص، في حل تاني. انا اهرب لوحدي، بس انا مش هقدر اعيش من غيركم. وهي العيشة تبقى عيشة اللي معاك؟ رجلنا على رجلك، احنا كمان ما نقدرش نعيش من غيرك. لا بابا، رحيم ما عملش حاجة. أنا حبيته، ولما رحت عشان أعترف له رفضني وضربني. قررت أعمل اللي أنا عملته. أنا خايفة يا حلمي. متخافيش، محمود مستنيكوا تحت. محمود انت واثق فيه؟ واثق فيه يا حنان، واثق فيه. لا يقول لي رحيم. واثق فيه. محمود عمره ما اشتغل مع رحيم، طول الوقت كان بيشتغل معايا انا بس. يلا. طيب ماشي. يا حنان يا ماما خليه يبعد. سكتي بنتك وانا قسما بالله ازعلها عليك يا وقت. لا 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 لا، انتوا عايزين مننا ايه؟ ما تسيبونا في حالنا. الله، عايزين مننا ايه؟ سيبكوا، احنا بقى في بيننا دم. دم؟ انتوا اللي عملتوا الدم مش احنا. انتوا اللي ما رعيتوش العشره. طب احنا ولاد كلب رنا، زياد ذنبه ايه؟ زياد ما كانش يدعى بأي حاجة، هو الوحيد اللي كان بره الحدوتة، ولما دخل الحدوتة مات. عارف انا يرضينا يا حنان ان انا احرق قلب حلمي على بنته طول عمره عشان يحس باللي انا حاسس بيه دلوقتي. ابعد عننا بقى، ابعد عننا. عايز مننا ايه؟ حلمي فين؟ ما اعرفش. حلمي فين يا حنان؟ ما اعرفش. سيد، هسيبهم يا سيد، هسيبهم. انت عايز مني ايه؟ انا مش هسيبهم غير لما اعرف حلمي فين. انا هوصل له واخد منه حق زياد، بس مش بالطريقه دي. نعم يا اخويا. انت مين انت عشان تقول لي انا اعمل ايه وما اعملش ايه؟ انت مين اصلا؟ تهرب ايه لزياد؟
تعرفوا منين عشان تحدد مين يجيب حقه؟ هو انت اللي ربيته؟ شفته بيكبر قصاد عينيكوا بيبقى راجل؟ انت كنت مرمي في السجن وقبلها بتجري على حالك. انا والحام اللي عشنا معاه كنت ابقى جنبه في حزنه ومرضه. انا كنت ابوه. انت مين؟ انا السبب يا سيد، انا السبب في موت زياد وموت عزة وعذاب رحاب معاك. انا السبب في كل اذية حصلت للعيلة دي، علشان كده انا اللي لازم اصلح الغلط بنفسي مش اي حد تاني. هات يا سيد. اوعى تكون مستنيني انا اشكرك. لا مش مستنيها منك، بس اللي انا عايز اعرفه ليه حلم عمل كده؟ ليه استنى كل ده بعد اللي حصل في القصر؟ انا قلت لهم على الحقيقه، قلت لهم اللي حصل بيننا. ايه؟ قلت لهم ان انا اتظلمت؟ انت اتظلم، لكن اخوك مش مظلوم. هشام، هشام ايه دخله باللي حصل؟ يا سلام، انت ما تعرفش اخوك عمل ايه؟ عمل ايه؟ هشام في ايه يا رحيم؟ في ايه يا رحيم؟ الله 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 الله. ليه ما حكيتش على عملته معاها؟ وانت صدقتها؟ بتعمل حوار عشان توقع بيني وبينك؟ دي الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصة عشان افهم حلمي عمل معايا كده ليه؟ انا ما عملتش حاجة. اخرس! بس قول لي يا رحيم في ايه طيب؟ قول لابوك عملت ايه؟ ريم حامل من هشام. يا لهوي، حامل منك؟ الكلام اللي انا بسمعه ده مظبوط يا انت؟ رد عليا! مظبوط الكلام ده؟ انت بره يا ده من هدومك وغور وسيب البيت ده ما اشوفش وشك هنا تاني بره. تعالى هنا، انت رايح فين؟ يعني حد يعني تضيعني؟ تعالى هنا وحيرني يا جماعه، انت رايح بقول ابي الله ونعم الوكيل فيك يا هشام. اتخطفوا؟ اتخطفوا ازاي؟ محمود خليك بره القصر، محدش يدخل ولا يخرج منه. يلا في مراتي وبنتي يا رحيم. هي وصلت بيك الندالة انك تخطف مراتي وبنتي؟ انا ما خطفتش مراتك وبنتك، انا خلصتهم من ايد اللي خطفوهم. مراتك وبنتك دول بنت ومرات صاحب عمري. مش الواد اللي لسه خارج من شويه ده اللي انت بعته يقتل امينه؟
تستاهل الموت ألف مرة. وليه ما قلتليش؟ أكيد كنت هتكشف حاجة أنت مخبيها عليا. الورق. أنا بعت الورق لأمينة بعد ما خسرت كل حاجة. ملقتش لا أنا ولا مراتي ولا بنتي فلوس حتى ناكل بيها. لقيت أمينة بتتصل بيا وعايزة تقابلني. أنا كنت رايح عشان أقتلها. لقيتها بتستقبلني بشيك وباتفاق. قالت لي إن في واحد من اللي كانوا شغالين معاك في تهريب الفلوس بيدور على ورق. عزة منصور؟ ما قالتليش على اسمه. هي كمان ما تعرفش أهمية الورق ده. الحكاية كلها إنها بعت ورق قصاد فلوس. وأنا كمان كنت عايز أقف على رجلي من تاني. والورق نفسه ما كانش له أي أهمية طول ما أنت في السجن. وإحنا كلنا كنا عارفين إنك عمرك ما تطلع منه. وما قلتليش ليه وقتها لما خرجت؟ ما كانش نفسي تخلص كده يا صاحبي. وأنا كمان يا رحيم ما كنتش عايزها تخلص كده. لكن يا صاحبي اللي عاش عشتنا لازم تبقى دي النهاية. يا واطي يا كلب! حلمي! الشيخ! انت مجنون! يا واطي! يا شيخ! انت كويس يا شم؟ ليه كده يا حلمي؟ ايه؟ اجيب حقيبة انت يا رحيم! طب وحقي زياد؟ حقي زياد انا اللي هجيبه يا رحيم! لا يا رحاب كفاية دم! وحقي زياد يا رحيم! حق زياد هنجيبه. بس من غير دم. الو. احمد بيت ديب. خد بالك من حنان وريم. حنان وريم رحيم.